بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على اي اف ام احلى راديو. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فول، الناس كلها اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من بتوقيت غرينيتش. توا 6:10، اليوم 23 ديسمبر 2022، دنيا بارده شويه البرة، انا غلطت وما لبستش فيستا، في بالي الدنيا سخونه، هاني ديجا ندمت، هاكم ديجا تسمعوا في صوت دي تسكر شويه، انتو كاكم خارجين توا من الدار قاصدين ربي للخدمه، لفوا على رواحكم مليح، لفوا على جنباتكم مليح، فما شويه هواء بارد كمام، ما نعرفش هكا ساعات جينا يمات تاع الشتاء كاسحه، ساعات نرجعوا للصيف، ساعات نمشيو للربيع خريف، انا قاعدين نعيشوا لي 4 سيزون في شهر ديسمبر 2022. انتهت كاس العالم، وفي الحديث على كاس العالم لا قالك يبطى شويه، مازال كاس العالم تعمل في الجدل، مازال تخلق في البوليميك. اليوم الحديث اللي قلناه الحقيقه في البرنامج هذا في بتوقيت غرينيتش على لا تيوري دو كومبلو، على نظريه المؤامره، طبعا ساعات نقولوه بجديه، ساعات نقولوه بتفدليك، اما لا تيوري دو كومبلو اليوم قاعد تاخذ في امبلور، تاخذ في حجم يتزايد ويكبر بشويه بشويه في فرنسا وفي اوروبا وفي البرتغال في برشا بلايص، حتى بيرس مورغان الصحفي البريطاني يحكي عليه الشيء. هل كأس العالم هذا يتحضرت منه للأرجنتين؟ هل الصورة متاع ميسي يرفع كأس العالم كانت هي الصورة المرغوبة منذ الدقائق الأولى ومنذ ولا قبل حتى ما تبدأ كأس العالم هذا؟ اللي ضد التيوري هذا يقول لك أبريتو هولندا كانت تنجم تخرج الأرجنتين بالبينالتيات، يقول لك زادة في الأخر فرنسا والأرجنتين لعبوا بينالتيات، لعبة متاع الزهر، كانت نجم تخسر الأرجنتين، ما نجموش نحكيه على تيوري دو كومبلو. أما الأخرين يقول لك ما هو أنت تحضر كل شيء، وكان خطفت ما خطفتش، أنتو كاب مش نحكيه فيه في تفاصيل الموضوع هذا إن شاء الله شوية آخر، مش نعملوا دو بارتي مخصصة إن شاء الله لكأس العالم، على خاطر كيما قلنا مازلت تعمل في البوليميك. نحكيه على الملاعبية متاع فرنسا اللي تعرضوا لهجمة عنصرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا الملاعبية اللي ضيعوا البينالتيات في الآخر. نحكيه على اعتزال ولا على التصريح بالاعتزال من طرف البالون دور كريم بنزيما البارح نهار عيد ميلاده، وعلاش في التوقيت هذا بالكل؟ هل فما معلومات على بقاء ديدييه ديشان؟ هل زين زيدان مش يلقى روحه مرة أخرى في التسلل؟ نعرفوا التفاصيل بتاع الأخبار هذه الكل بعد شوية. في أخبارنا العالمية خاطر كمام لازم نرجع نحكيه على روسيا، على أوكرانيا، على اللي صاير في الدنيا، كوريا الشمالية وغيره. اليوم فما مقترح من دبلوماسية أمريكانية مخضرم كان ساهم في انتهاء الحرب الباردة كاريمون، مش تعرفوا قديش الرجل إلى دوبوا يوزن معناه في العالم. يبدو أنه المخطط ماشي في التضحية بأوكرانيا من أجل إنقاذ العالم من حرب عالمية. كيفاش صار المقترح هذا؟ شنو هو موقف أوكرانيا؟ شنو هو موقف روسيا؟ شنو هو موقف السياسيين في العالم هذا؟ على شنو باش نحكيه إن شاء الله في الجزء الثاني من برنامجنا. روسيا تحذر في نفس الوقت من التواجد الأمريكي في أوكرانيا وتقوم بهجمة بشعة على كييف العاصمة الأوكرانية. صور الحقيقة تسخف، تحب متعاطف مع روسيا، متعاطف مع أوكرانيا، مكش متعاطف مع أوكرانيا، كلكو سوى الموقف متاعك. الحقيقة صور متاع الدمار في كييف ما تنجم كانت تتعاطف معاه، لخاطر في الأخر الضحايا هما المدنيين مش السياسيين. ماسك، إيلون ماسك ما عملش بوليميك كبيرة في نهائي كأس العالم رغم حضوره، في الأخر الأضواء كانت على ليو ميسي وعلى امبابي وعلى قطر، دونك باش يخلق البوليميك 24 ابري عمل حاجه تريز امبروبابل على الموقع نتاعو. شنو عمل ايلون ماسك؟ هبط صبر اراء، قال لهم هل اواصل على رئاسه تويتر، معناها المتتبعين نتاعو هما اللي قروا مصيره في الموقع اللي شراه بفلوسه ب 44 مليار دولار. شنية كانت نتيجة صبر الآراء هذية؟ هل إيلون ماسك مش يحترم النتيجة هذية كيلكو سوا هي وإلا لا؟ نعرفوا طبعا تفاصيل متاع الأسئلة هذية الكل، إجابات على الأسئلة هذية الكل في جزءنا الثاني من بتوقيت غرينيتش. صباح النور، صباح الفل، شال نهاركم رزق، شال نهاركم فول وياسمين، وتفكروا ديما أنه مهما كبرت مشاكلنا ربي قال إن مع العسر يسرا.
فلوس بكتب اسمك يا حبيبي. توصلنا ل 6:25 دقيقة بتوقيت تونس، 5:25 دقيقة بتوقيت غرينيتش. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على اي اف ام، احلى راديو. مرحبا بكم من جديد. قلنا البارتي الاولى باش خصها الكاس العالم قطر 2022 اللي ما زالت تصيل الحبر قال الاخر، وما زالت تخلق في بوليميك كبيره. كاس العالم قطر 2022 نزل عليها ستار نهار الاحد 18 نوفمبر بفوز الارجنتين على حساب فرنسا، اما يبدو انه المقابله نتاع النهائي ما زال باش تحكي عليها برشا، ويبدو انه البوليميك والنقاشات متواصله. فرنسا خسرت الفينال عن طريق ضربات الجزاء، تشواميني وكومان ضيعوا شوطاتهم، واللي صار انه لي كونت نتاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه تشواميني تعرضوا لحملات تعليقات عنصريه في علاقه بلون بشرتهم طبعا، وفي علاقه باصولهم الافريقيه. مش هما كهو، كولوموني اللي ضيع الفرصه الاخيره في الدقيقه 120، رغم اللي الناس الكل متفقه انه هو الملاعب مع كومان زيدا اللي قلبوا البارتي ورجعوا فرنسا في الطرح، مع طبعا لو جيني نتاع امبابي. كولوموني هو زيدا كان من ضحايا الهجمه العنصريه، هذه هجمه بشعه، قمه في القذاره، قمه في العنصريه قابلها تشواميني وكولوموني بغلق السيكسيون كومونتير في انستغرام وبس، ما علقوش ما رجعوش الهجوم، وتعالوا خلينا نقولوا على الحيوانات اللي هاجموهم، مع كل احتراماتي للحيوانات. كأس العالم أو نتيجة نهائي كأس العالم مازالت تثير الجدل خاصة في فرنسا، النقاش ولا هل سيواصل ديدي ديشان وإلا سيغادر؟ حتى العبيد والصحفيين اللي كانوا يستنوا في تعيين زين زيدان على رأس المنتخب بعد المونديال القاو رواحهم مجبورين يحترموا ويحييوا البيرفورمانس اللي عملها ديشان، وما ينجموش يطلبوها بالرحيل. واحد من أبرز المدافعين على الناخب الفرنسي هو الرئيس الفرنساوي إيمانويل ماكرون، وهو شنو قال؟ D'abord très triste, tous déçus, comme après une défaite, et surtout comme ça, parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit à tous les joueurs un instant dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendu immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Mais bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive, moi. J'ai dit à Didier Deschamps qu'il fallait qu'il digère. Et puis j'ai surtout dit aux... Voilà nos joueurs qui pouvaient parfois nourrir des regrets ce soir parce que c'est très dur, imaginez-vous. Macron يقول انه طلب من ديدي ديشان انه يواصل وانه جوست يديجيري اللي صار، يديجيري يهضم الخساره ويتعدى، ويبدو انه العلاقه ماشيه في الثنيه هذيا. واللي زاد اكد الشكوك هو اعلان بنزيما، كيما باش تشوفوا على الكونت انستغرام نتاعو، على الباج فيسبوك راديو اف ام، ولا الشين يوتيوب اي اف ام تي في، انه انهى مغامرته مع منتخب فرنسا نهائيا. بنزيما هاو شنو كتب؟ J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. نقطة. عملت المجهودات والاخطاء اللازمة باش نكون موجود وين انا، وانا فخور بذلك. كتبت حكايتي وحكايتنا توفى اليوم، هكا كتب بنزيما على الكونت انستغرام نتاعو. اليوم اللي قال فات حكايتنا اليوم، واليوم اللي كتب فيه الببليكاسيون هو 19 ديسمبر، النهار نتاع تاريخ عيد ميلاد كريم بنزيما جوستومون. برشا قالوا ما حقوش، الجماهير الفرنسويه حزينه وما كاروش زاد عليها ماهوش وقته، وبرشا ربطوا قراره بانه جاتوا المعلومة اللي ديدي ديشان باش يبقى على رأس المنتخب الفرنسي، ويبدو أنه تعاركوا مرة أخرى في قطر في كأس العالم. وعلى هذايا ديدي ديشان رفض أنه يبقى مع المجموعة ويتعالج ويخلط في أدوار متقدمة من البطولة. المحللين قالوا اللي كان جاي زيدان باش يشد فرنسا لو بنزيما قعد ما اعتزلش. دونك السؤال الجديد اليوم في عالم كرة القدم، زين الدين زيدان إلى أين؟
حكينا في انطلاقة البرنامج على نظرية المؤامرة على التيوري دي كومبلو. فوت ميركاتو واحدة من أهم الصفحات الفرنسوية الرياضية تعنون كوب دي موند 2022 أرجنتين فرنسا لا تيوري دي كومبلو بران دو لامبلور تاخو حجم كبير. نظرية المؤامرة في فرنسا وفي برشا بلدان. يقول لك اليوم أنه برشا من المشجعين يعتبروا أنه التتويج متاع الأرجنتين كان مبرمج منذ البداية وأنه الفيفا عملت كل شيء باش ليونيل ميسي يهز اللقب هذايا قبل اعتزاله دوليا. الأرجنتين هزت ثالث لقب لها نهار الأحد بعد انتصارها على المنتخب الفرنساوي وديجا بدأ الحديث كما قلنا على أنه كل شيء مرتب خاصة وأنه قول فوت ميركاتو شفنا نوع من الكلام هذايا شفنا دي زانديس معناها شفنا مؤشرات على الشيء هذايا. مثلا فوت ميركاتو تحكي على الديكلاراسيون تاع جواريت تاع المنتخب البرتغالي برونو فرنانديز اللي قال يا اخي ماهوش عادي انه تجيبونا حكم من الارجنتين اللي هي بلاد مازالت اون ليس مازالت تلعب في الكومبيتيسيون هذايا في دور الربع نهائي. جواريت تاع البرتغال مازالوا ما هضموش هزيمتهم ضد المنتخب المغربي ويعتبروا انه صار شويه تحيل عليهم في المباراه هذيا. بيبي بعد المباراه قال ايب من الاخر اعطيو الكوب للارجنتين وسيبونا فكوا علينا من الاخر علاش نطولوا فيها وهي قصيره. حتى زلاتان ابراهيموفيتش لو تينور سويدوا قال جو بونس كو سي ديجا ايكري اي فو سافي دو كي جو بارل جو بونس كو ميسي سوليفرا لو تروفي سي ديجا ايكري. هذيا قالوا قبل حتى ما الأرجنتين تفوز بكأس العالم. زلاتان إبراهيموفيتش كان من توقعوا أنه كل شيء محضر باش ميسي يهز الكوب دي موند في قطر. لو مونديال دو ميسي اون فارس بلين دو كادو ميم ان فينال إلا بينيفيسي دان بينالتي انفنتي. هكا يعانون السيت المدريدي ديفانسا سنترال قالوا كل شيء كان محضر الميسي وحتى في الفينال عطاوه بينالتي مشكوك في أمرها. فما برشا عباد قالوا تحدثوا على الهدف الثالث متاع ليونيل ميسي كونتر اتاك وشفنا تصويرة متاع زوز ملعبية من الأرجنتين من البنك كانوا موجودين متواجدين على أرض الميدان والأكسيون قاعدة تمشي واللي هو بموجبه تقف الأكسيون تقف المباراة. يقال لك أنت عندك فار وقت اللي تمرك البونتو فما 13 ملاعب أرجنتيني على أرض الميدان ما كان يستوجب إلغاء الهدف. علاش الفار ما دخلش في اللقطة هذيك وألغى البونتو؟ طبعا يقول لك على خاطر الناس الكل كانوا يحبوا أنه ميسي يهز الكوب دي موند هذي. الناس الكل نحكي على قطر يمكن نحكي على الفيفا ونحكي على أديداس الشركة البارتنير إستوريك متاع كأس العالم. وإحنا شفنا في الشهر هذي برشا حكايات على التظاهرات نتاع العالمية في السنوات السابقة وشفنا علاقة أديداس بالتأثير على قرارات الفيفا وعلى حتى نتائج بعض المباريات. مازال بيرس مورغن اللي عمل الانترفيو نتاع كريستيانو رونالدو واحد من أشهر الصحفيين في العالم كيف هو مش كيف برك حكي على حاجة ما أخطر شوية ويبدو أنه بشتيخوا حجم كبير في الأيام القادمة. قال مش عادي ومش بزهر أنه الفيروس اللي أصاب الملاعبية متاع فرنسا ما أصابهم كان 3 أيامات قبل الدور النهائي. الفيروس هذي اللي سمعنا به برشا واللي دار برشا بارامون في كأس العالم. يحكي بيرس مورغن على أنه فولونتي ولا نية متاع امبوزونمون عمدا مش تسميم بمعنى التسميم اما قالك مرضوهم بالعاني قبل الدور النهائي ما تجمش تكون الحكاية صدفة. وقال شفنا كيفاش انه فيزيكمون الملاعبية متاع فرنسا اللي مستنسين نشوفوهم قويين جستمون على الجانب البدني ويتغلبوا على الجمعيات الكل
بالجانب هذا جانب بدني ولا تكتيكي قلنا قال شفناهم أورديكو على المستويات الاثنين وما تنجمش تكون صدفة أنه المنتخب الفرنساوي الكل تقريبا يصاب بالفيروس هذا قبل نهارين ثلاثة من الدور النهائي. دونك مازال الحديث حول الدور النهائي وحول التتويج متاع الأرجنتين، خاصة أنه بعض الصحف تتحدث على فرحة كبيرة ياسر المسؤولين القطريين بفوز ميسي وبالتصوير اللي باش تبقى خالدة على مدى التاريخ متاع ميسي بالعباية أو بالبشت القطري يهز في كأس العالم، وباش تبقى هذيك برومو إشهار مجاني لقطر على مدى الحياة. دونك هل فما كومبلو ولا لا؟ هل باش نرجع نحكيو فيه الموضوع في السنوات القادمة ولا لا؟ هل فعلا الأرجنتين كان فافوريزي في كأس العالم هذا؟ نحكيو على ممكن بينالتيات ديسكوتابل في ماتش هولندا، في ماتش بولونيا، في ماتش السعودية، حتى البينالتي الأولانية اللي شفناها في ماتش السعودية شفنا أختها ماتش المغرب وما تزفرتش البينالتي وقت اللي الكرة على كورنير وديفونسور حمل لاتاكون يخطاح. شفنا نفس الأكسيون ماتش الأرجنتين والسعودية وماتش المغرب والمنتخب الفرنساوي وما تزفرتش البينالتي للمغرب. حاسيلو برشا حديث على الشيء هذا، البينالتي تري ليتيجوز نتاع ليتيجو نتاع نتاع ميسي ضد بولونيا وغيره من اللقطات. اللقطه نتاع البينالتي المشكوك فيها جدا نتاع هولندا في ماتش ربع نهائي اللي التو نستناو في الريبلاي نتاعها، واللي القسم الاخراج نتاع الفيفا ومتاع قطر التو لا عاودها اللقطه هذيك باش نتاكدوا اسكو بينالتي ولا لا. حاسيلو برشا حديث كيما يصير في كل الكؤوس العالميه، اسكو باش تاخذ حجم كبير الحكايه ولا لا؟ الايامات الجايه تجاوبنا. نعملوا ترتيحة مع الموسيقى، بعد شوية نحكيه على روسيا وأوكرانيا وعلى المقترح متاع الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر لتجنب الحرب العالمية الثالثة. هل اليوم رجعنا نحكيه على إمكانية دخول العالم في حرب شاملة؟ جاوبوكم ونعطيكم كيلكو زيليمون دو ريبونس بعد ما نسمعوا سليمان اللي غني افلور دو توا. تحيه لكل من ما نجمش حتى التوا ينسى ليكس نتاعو. بكم من جديد 6:45 دقيقه، مازلنا ربع ساعه في بتوقيت غرينيتش باش نحكيو فيها توا على روسيا واوكرانيا وفيت كوب دي موند. باش نرجعوا طبعا نركزوا اكثر على اللي صاير من احداث في العالم وعلى راسهم العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا، او ما ولينا نقول عليه بالفم والملاي الحرب الروسية الأوكرانية، بما أنه الضرب ولا مش يرتين وفي أراضي البلدين. أما فما وتيرة متاع تسليح قاعدة تتصاعد بشكل جنوني في الفترة القصيرة اللي تعديت. داير البارح الخارجية الروسية اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز وجودها العسكري على الأرض في أوكرانيا. ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية حذرت من أنه سياسة واشنطن الخطيرة وقصيرة النظر في أوكرانيا تدفع بروسيا وأمريكا إلى حافة الاصطدام المباشر. زاخاروفا ادعت إدارة جو بايدن لتقييم الوضع بحذر وعدم التصعيد، وقالت لي هي تتمنى أو تأمل أنه واشنطن تسمع نداء متاعها رغم اللي كيما قالت ما فماش أسباب للتفاؤل. الخارجية الروسية قالت اللي هما مستعدين للتحدث مع الأمريكان على مختلف المستويات، أما لازم تصير خطوات متبادلة تتطلب إدارة أو إرادة سياسية واستعداد للتفاوض بأمانة وموضوعية وبصفة معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة الميدان. من الأخر روسيا ما هيش باش تسلم في المقاطعات اللي انضمت لها من أوكرانيا. روسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا بالتصعيد وهما زادة قاعدين يمارسوا فيه. البارح شفنا تصور دمار جديدة من العاصمة كييف، دونك ولا واحد فيهم حابب يهدي اللعب شوية. وعلى هذا رجع الحديث للأسف عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة. هنري كيسنجر دبلوماسي أمريكي مخضرم اكتب مقال في مجلة The Spectator البريطانية أصبح حديث السياسيين الكبار في العالم. شنو قال عم كونري؟ قدم مقترح لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تنسحب بموجبه روسيا للخطوط الأمامية اللي كانت عليها
نوقف الضرب ونعملوا استفتاء تحت إشراف دولي بخصوص الأراضي اللي ضمتها روسيا في الأشهر الأخرانيين، وشبه جزيرة القرم تبقى محل تفاوض. قال لهم نوقفوا الضرب ونعاودوا الاستفتاء، أم مش روسيا تعملوا، نعملوه تحت إشراف دولي واللي يربح صحالي. أوكرانيا رفضت المقترح هذايا وتعاملت معاه بلهجة شديدة جدا. شنو قالوا سيدي؟ قالوا له من الأخر يا ماكش فاهم طبيعة الحرب هذي وتأثيرها على النظام العالمي، يا عامل روحك ماكش فاهم على خاطر المقترح متاعك يظهر كأنه مقترح للسلم، أما هو في حقيقة الأمر من الأخر باش تهدي. اسمعوا مليح، قالوا له تحب تهدي الأراضي الأوكرانية الروسيا باش تتفادى الصدام الأكبر وباش يتفادى دول أخرى من أوروبا الشرقية اعتداء روسي محتمل، بمعنى تحبوا تضحيوا بأراضينا. وهكاك نجم نقول لكم يبتى شوية، هكا كان جواب مساعد الرئيس الأوكراني. لازمنا نعرف ونذكروا اللي روسيا اليوم سيطر على خمس الأراضي الأوكرانية ومش مستعدة تفرط فيها، بما أنه صار استفتاء في أربع مقاطعات منها بخلاف الكريمي اللي ضموها في 2014، صار استفتاء في أربع مقاطعات دونك، وحسب ما يقولوا الروس الشعب في المقاطعات هذه، المواطنين في المقاطعات هذه هما اللي اختاروا أنهم ينضموا للاتحاد الروسي، ومهما كانت المفاوضات راهو مناش باش نسلموا في المقاطعات هذه. من جانب الآخر الأوكرانيين يقول لك لا تفاوض إلا ما تخرج روسيا من الأراضي هذه، ويبدو أنه بعد المقترح هذا الرئيس الأوكراني الإدارة الأوكرانية خايفة لا حتى كي تصير عملية استفتاء على الأراضي بإشراف دولي المواطنين يرجعوا يختاروا أنهم ينضموا إلى الاتحاد الروسي. كسنجر الدبلوماسي المخضرم اللي كان عنده دور كبير حتى في إنهاء الحرب الباردة وقت الاتحاد السوفيتي، دونك كلامه عنده وزن، كلامه اللي فرقع الدنيا، على خاطر نجمه نتحسوا منه فكرة إنه يمكن يصير، ولا ناخذوا نتحسوا منه فكرة على اللي يمكن يصير في المستقبل، خاصة مع الأزمات اللي صايرة في أمريكا وفي البلدان الأوروبية. واليوم أصبح من الواضح أن روسيا عندها قدرة أكبر على الصبر والتحمل وعلى إطالة الحرب في الزمن، دونك فعلا نجم أمريكا ودول الناتو رغم الخطابات والمساندات متاعهم ينتهي بهم الأمر للتضحية بالمقاطعات الأوكرانية لبوتين باش تحمي الدول الأخرى من الهجوم الروسي وباش تحمي العالم خاصة من حرب عالمية ثالثة. يزينا من الحروبات نمشي نحكيه على إيلون ماسك، الشخصية الأكثر جدل في العالم، الشخصية اللي كانت متواجدة في نهائي قطر 2022 أما ما خطفتش الأنظار بحضور ميسي ومبابي والشيخ تميم. دونك شنو لازم يعمل؟ حاجة مجنونة باش تخلي مواقع التواصل الاجتماعي الكل على رأسهم تويتر ومعاهم وسائل الإعلام العالمية تحكي عليه. ماسك عمل صبر أراء، عمل سونداج على الكونت متاعه على تويتر، سأل فيه العباد نخرج وإلا لا من رئاسة الموقع. الموقع نحكي على تويتر بيدو اللي شريه ب 44 مليار دولار. ماسك هبط تو سامبلومون تويت كتب فيه هل علي التنحي من رئاسة تويتر؟ الإجابة بنعم أو لا، وتعاهد بالالتزام بالنتيجة، النتيجة اللي كانت نعم بنسبة 57.5%. اللي صوتوا لا يمثلوا طبعا 42.5%. نحكيه هنا على أكثر من 17,500,000 مشارك في التصويت هذايا. ماسك كان عند كلمته وهبط، قال يبدو أني ارتكبت أخطاء وباش تصير عملية تصويت على عدد من التغييرات الكبرى في قواعد الاستخدام متاع الموقع، قال أعتذر لن يتكرر ذلك. ماسك اللي هز ونفض قد ما حب من اللي شري تويتر مع قرارات كيما طرد نصف الموظفين، إعادة بعض حسابات سياسيين متطرفين، حجب أغلاق حسابات متاع صحفيين وشخصيات معروفة، وخاصة إعلان نية تقاضي 8 دولارات مقابل توثيق الحسابات، الشيء اللي زاد بلبز الدنيا. على كل هذا بكله ما يهمناش برشا على قد ما الممارسة الديمقراطية اللي عملها ماسك حاجة الحقيقة تعمل 66 كيف، ويمكن أحسن حاجة صارت له هي أنه باش يخرج من الإدارة متاع الموقع متاعه. اثنين، ماسك نجم يكون راعي نوع جديد من الديمقراطية السياسية المباشرة
في العالم. بمعنى اليوم يحط في روحه للتصويت، ينجم من نهار آخر يولي يطلب من الحكومة أن تولي تعدي قراراتها المهمة على التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تويتر بالتحديد. النهار هذيك مازال بعيد شوية، الديمقراطية المباشرة اللي تنجم تعوض ديمقراطية متاع الصناديق اللي قاعدة توري في الليميت متاعها في العالم الكل. نهار هذيك ومازال بعيد شوية وما فما حتى شيء نستغربوه من إيلون ماسك. باش نرجعو نحكيو على الكورة مع اليابارامونت غرمت بالكورة بعد شهر متاع المونديال هذايا. رجاء جمني صباح النور. صباح الخير. صباح أمورك باهية؟ الحمد لله تخي تخي بيان. مازلت مكبشة؟ آخر نهار. آخر نهار؟ آخر نهار خاطر البوليميك خليتني نكون معناها أتشينا بيدي ونحب يمكن ندافع على رأيي ورأي برشا عباد آخرين ونشوفها ساعات نقول ما فهميش علاش نحكيو في هذا الكل أكثر معناها نعطيو هذا أكبر من حجمه. بوليميك في علاقة بالبشت اللبسة اللي لبسها الأمير الشيخ الأمير تميم، أمير الشيخ تميم ولا الشيخ الأمير تميم حاسيلو تميم الميسي قبل ما يهز التروفي متاع كأس العالم. اللبسة اللي عملت بوليميك كبيرة في العالم الكل، شنو حكايتها اللبسة ذي؟ بيه حكايتها هي كلبسة ديجا اسمه البشت، فما برشا أنواع. البشت اللي لبسه هو اسمه النجفي، من أغلى أنواع البشوت والعبية كما نقولوا أحنا. علاش؟ على خاطر التيسيو لكحة اللي تراو فيه هذيك من البوال متاع المعزة والصنعه ياخو برشا وقت. اللي لبسوا ميسي الفالوغ متاعه تقدر بعشرة ليف ريال، ما يقارب 9 ملايين توينسا. هذيك الطرف هذيك لكح الاغلب متيساج اغلى من التريزه اون ايلميم، يعني لكح اللي نراو فيه نوعيه متاع القماش، معناها نوعيه متاع القماش ومعروف جلد معزة. من المعزة دونك معروف. علاش؟ على خاطر تاريخيا تذكر في الشعر العربي دول الخليج الكل يلبسوا منه حتى في لبنان، ويقولوا اللي الجبة متاعنا والقفطان المغربي كل مشتق من البشت العربي هذاك. دونك هو رمزية والله تبلانتيت. قل لي علاش؟ علاش قل لس معناها نحكيه على التركيز الامبورتانس متاع التفاصيل في اللي عملته قطر الكل. تعرف المعزة the goat معناها مشيو في التفاصيل جوسكا. لا هي لا no. ما نصورش انه بزهر. لا والله لا ما نصورش انه بزهر. هو اللي بس تقليد القطري. هو يقول لك ميسي ذا جوت السمبول تاع المعزة، معناها ذا جريت اوف اول تايم اول تايم. ولبسوه جلد معزة جوستومون، ما سي تري سمبوليك. ما نصورش انه بزهر. هو هذاك اللباس التقليدي القطري والعربي، مش كان قطري، خاطر هما اختاروا اللباس اللي يمثل دول الخليج الكل سبيسيالمون ودول العالم العربي الكل. تاريخيا باش نعطيك معلومه، اي محارب كي كان يروح من الحرب من عهد الرسول ويبدا ومن عهد الجاهليه كي يبدا مروح ورابح يلبسوه البشت، معناها برافو نعطيك صح، برافو وورير، معناها برافو للمحارب على الربح نتاعو. دونك هوني سي سامبوليك سور تو لي بلان. اولا سور لو بلان انه ميسي هاز الورد كاب، معناها سي تان فري غيري غوت كيما قلت انت، جريت اوف اول تايمز. وقطر حبت تخلي بصمتها في تصويره الكاس تاع كره معناها كاس العالم، على خاطر التصويره هذيك نتاع ميسي وسط لي جوور راهي باش تتحط طبعا. وديما سي تان مومون بور ليكيب اي بور لي جوور. اول مره ثاني مره تنقلك علاش في تاريخ كاس العالم تتحط الدوله اللي تتحضر موجود. انا نقول عليه ما صارتش البوليميك هذه فعام 86 كي دييغو مارادونا لبسوه الشابو نتاع المكسيك. اكزاكتومون، معناها سي سامبوليك بور لو بيي. معناها اشارنمون من لي جورناليست اترانجي، فما لاتاشي نتاع مانشستر يونايتد لوري وايتويل، ما نحكيلكش قدام تويت كاتب على هذا برك. مانشستر سيتي ولا يونايتد؟ يونايتد. دونك كاتب علاش نفهموا علاش هذولي. دونك كاتب تبييض للكأس العالم لسياسة قطر، رونتابيليزاسيون تاع 220 مليار دولار. ما الوغ كو فما دوتر جورناليست كاتبين انه هذا سي تري سامبوليك كيما كنت نحكي. سي تان مومون بوغ لي زاراب، نحب ولا نكره سي هيستوريك، اول مره بلاد عربيه تنظم تنظيم مبهر. مازالوا يظهر لي انا لي زوروبيان لي زوكسيدونتو مش واعيين انه لي زوكسيدونتو مشاو لبلاد عربيه عملوا جو شيخو تو ما يحبوش يروحوا العباد. اكزاكتومون. كوب دو موند معناها نجم نقولوا اكسبسيونيل على المستويات الكل هيستوريك،
من بعد تقول لي انا بالنسبه لي انا كل حملات تشويه انه يقول لك الفينال ملعوبه وحبوا يوصلوا ميسي وكل الناس كل رينا لعب رينا الفينال تيزي رينا الفينال انا ريت الفينال احسن فينال نجم تكون عشتها الكره الارضيه من نهار اللي تعمل كوب جمعه دونك ما نجمش يكون اوركستري البوند بتاع ميسي ثالث كارو تنح ما مش هذا الشيء الغلطات التحكيميه ديما بالفار مش بيك ما تحكيش على تيغو مارادونا الا ما بيان سور هذاك الشعر بتاع ما عندوش فار مارادونا كي حاسيلو مش موضوع حاسيلو مش موضوع دونك انا متقلقه من البوليميك متقلقه من حملات التشويه الحقيقه على الاخر باش 9 ملايين طلع هذاك الطرف طرف القماش 9 ملايين 9 ملايين هاني قلت لك سي سيمبوليك دون ليستوار يلبسوه من وقت الجاهليه للمنتصر موجود في الشعر الجاهلي راهو برشا في الشعر الجاهلي موجود مذكور برشا معناه ماهوش حاجه خلقوها توا كولتوريلمون حاجه توجدت منذ الازل عند العرب وقلت لك كاريمون كي ترجع للقفطان وللجبه نتاعنا التونسيه واللي يلبسوه الاتراك كله مشتق من البشت. البشت اللي بروبابلمون باش يولي توندونس في العوام الجايه نتصور في الارجنتين باش نشوفوا منه طبعا ميد ان شاينا باش يصنعوا منه برشا كونترفاسون باش يولي توندونس ممكن تولي تراها في البواتيت لعبت تلبسوا في برشا بلايص في العالم في البحر سو اي في البحر تاع البحر خاصه كي يبدا يجي من الصين دونك هذا بشت ايزي اخر نهار نحكيو على الكوب دي موند غدوه ايزي ايزي نرجعوا لحياتنا العاديه نرجعوا لحياتنا العاديه الباس لا ايزي لي والله على 8.8 ما حكيناش فيها راهو لا ترى 11% مش خايبه بعد شويه نعرفوا التفاصيل اكثر تفاصيل على النتائج نتاع الانتخابات في ميسيون امبوسيبل ميرسي بوكو رجاي ميرسي بوكو شيماء خليل في الاخراج سليم في اف ام تي في وللكيب نتاع الديجيتال عندكم رونديفو مع شيماء تو في الميتيو مع نيسا مكشيح في الأخبار بعد شوية جيكم إيميسيون امبوسيبل نهاركم زين وتحياتي.